طيب احتفلنا واتكلمنا، وتبقى الفقرة الأخيرة مؤامرة الكلام عن المؤامرات، وده جزء برضو من ملك وكتابه، الحفاظ على الأهلي كقيمة والحفاظ على الأهلي كعلاقة له مع كل اللعيبة حتى اللي خرجوا منه واللي خرجوا عليه. كابتن نادر السيد له عندنا كل الاحترام والتقدير. نادر أعرفه أنا تقريبا من وهو ناشئ في منتخب الناشئين مع كابتن سيد الطباخ، ثم مع منتخب الكابتن محمد أبو العز هو والجيل بتاع هادي خشبة ووليد وسامي الشيشين وأحمد أيوب، ثم مع الدكتور محمود سعد والكابتن مصطفى عبده في دورة برشلونة الأولمبية 92، ثم انتقل للمنتخب الأول مع كابتن الجوهري. وكنت يمكن بالمصادفة أنا اللي بغطي في الأخبار منتخبات الناشئين في الفترة اللي هم بدأوا فيها، فتقريبا جايبه من أول السطر. نادر جه النادي الأهلي، قدم تجربة صحيح ما لعبش فيها، لكن تقييمه ليها بعد ما انتهت كل حاجة هو اللي اضطرنا ان احنا لازم نقف عنده، لانه لما يوصف النادي الاهلي بانه مليان مؤامرات، ولما يتقال كلام انه الراجل ندمان على انه لعب في النادي الاهلي، يبقى بنفس فكرة ومنهجية ملك وكتابة ان كنت ناسي افكرك. البداية الكلام اللي قاله الكابتن نادر السيد في تايم سبورت. لما تسال اقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي، فانا بستغرب من السؤال لان انا اتربيت في النادي، يعني عارف انت لما تكون ما تيجي تقول لي نادر انت اصلا انت منين؟ معايا؟ مش هقول لك مثلا انا ساكن في القاهره او ساكن في الشيخ زايد، هقول لك انا اصلا من المنصوره. ماشي. معايا؟ فهو الزمالك بالنسبه لي، ما تيجي تقول لي نادر انت ايه؟ اقول لك انا اصلا من الزمالك. من الزمالك. وعادة اهلي وزمالك. والله بص خلينا نكون واقعيين، والدي الله يرحمه يعني وقتها كان يعني كان بيشجع الاهلي، فاهم كلامي؟ بس هو ما كانش فارق معاه ان انا اروح الزمالك هنا ولا هنا. العب هنا ولا هنا. بس ما تأثرتش بكونه مشجع للاهلي؟ لا خالص، لا خالص. لا خالص. احمد ابني وديته الزمالك وعنده 11 سنة. ما ودوش او ممكن في يوم من الايام توديه الاهلي، ولا قصة بالنسبة لك انت خلاص زملكاوي وهو زملكاوي؟ فقصة ظروف الاهلي بالنسبه لي كانت ليها ظروف. انا فاهم، بس انما لو انت بتتكلم في العادي لا، مع كل احترامي وتقديري للمكان اللي انا اتربيت فيه وكبرت فيه، الموضوع كان اكبر من الانديه كلها يعني. بالنسبه لي انا ان انا العب منتخب مصر هو ده كان بالنسبه لي اهم من اي نادي في العالم. فهو ده كان السبب الوحيد وقتها يعني. حتى يعني خلينا نكون واقعي، حتى لو فرضا كنت رحت زمان كان موجود عبد الواحد وموجود عبد المنصف معايا، فما كانش هيبقى برضو بصراحه هتبقى الفرصه قويه. تعاقدوا مع نادر السيد علشان يفوقوا عصام الحضري. لا اعتقد هي دي الحقيقه. طيب يا كابتن نادر، انك زملكاوي دي حاجه تخصك، الزمالك نادي كبير، نادي محترم، لكن ايه علاقه الاهلي؟ وايه علاقه يعني ان انت جيت الاهلي فقط عشان تروح منتخب مصر؟ الاهلي بوابه للعبور لمنتخب مصر. الناس بتلحق تنسى. وما رضيتش اروح الزمالك لانه ما كنتش هلعب على عبد الواحد ولا عبد المنصف، هي دي اهم حاجه قالها، فمش هروح منتخب مصر. يعني هو لو راح الزمالك وما لعبش مش هيروح منتخب مصر؟ طب ما انت رحت جيت لقيت عصام الحضري اللي كان بيلعب على لا كل الاسماء. لا يعني لا للتاريخ يا نادر، انت كنت حارس مرمى منتخب مصر قبل ما تيجي من للاهلي مباشره. انت جاي للاهلي وانت لاعب حارس مرمى منتخب مصر، ادي تشكيل منتخب مصر ضد كوت ديفوار في 19 يونيو 2005. دي كانت تصفيات كاس العالم اللي خسرنا فيها بجونين دي دروجبا، كان في الجوله الثامنه. ده تشكيل منتخب مصر والسهم بيشير لنادر. اذا فكره ان انت جيت الاهلي عشان تروح منتخب مصر وان هو كان اهم، بس عايز اقول لك حاجه، هو كان في منتخب لكن اللي كان بيلعب كان عصام، هو دي النقطه. ايوه الماتش ده لعب مش اللي في اسكندريه. الماتش ده لعب نادر السيد 19 يونيو 2005. طب اتاكد لي كده. لعب اخر مباراه له، لعب اخر مباراه له ضد كوت ديفوار في ابيجان. ايوه في ابيجان. في ابيجان. كان في الدوله في الجوله الثامنه مباشره. نادر الراجل قال ان انا زملكاوي، برضه حقك، بس كمان لو رجع بيا الزمن ما غلطش الغلطه؟
اللعب للاهلي بقى غلطه؟ لا لا، انا هنا اتفهم ان هو عشان جه وما لعبش وتركن، ها كان متصور انه هيقدر يجي في لحظه كان في خلاف بين مستر مانو جوسيه وعصام الحضري انه هيقدر يلعب. عصام الحضري وحش ما طيب. بيستسلمش. نشوف نادر يتحدث في دي ام سي عن لو رجع الزمن ايه اللي ممكن يحصل. كابتن نادر السيد، زمالك ولا اهلي؟ زمالك. زمالك طبعا. زمالك اكيد يعني. لو رجع بيك كابتن نادر الزمن لورا تاخد نفس الخطوه بتاعت انتخاب النادي الاهلي؟ لا ما خدش. طبعا طبعا، وهو لو يعلم الغيب. بس هو التناقض هنا، هو يقول لك انا ما رضيتش اروح الزمالك عشان كان في كابتن عبد الواحد وكابتن عبد المنصف. طب راح الاهلي ده انت كنت رايح للراجل زميلك في المنتخب، يعني انت لما رحت انت هو اللي كنت اللي بتلعبه في المنتخب، كان على اي اساس بقى متصور انك تقدر الا بالمستوى؟ يعني انت لما رايح انت عارف المنافسه هتبقى اكثر شراسه مع عصام الحضري، ما هيش غريبه ان عصام. انت شفت في اللي فات تناقض؟ طبعا. هيقول لك اللي جاي فيه ايه بقى؟ نشوف عصام، نشوف نادر في قناه الاهلي كان قال ايه؟ يعتبر الختام الحقيقي هو في النادي الاهلي، كيان النادي الاهلي اكبر بكتير جدا من المشاركه كلاعب، ممكن تدي للكيان حتى لو ما كانش داخل الملعب، وهو ده كان القراري ان انا ادي للكيان حتى لو مش داخل الملعب، والحقيقه لقيت تقدير كبير جدا من الجماهير ومن كل المنظومه في النادي الاهلي، سواء كان لاعبين او جماهير او اداره. الحقيقه طبعا منى ما لهاش في الكوره، انما اخوها محمد هو اللي في الكوره جدا، كان يعني مشجع جامد جدا اهلاوي هو، ومامتها نفس الموضوع. انا اهلاويه. وزوجة؟ وانا اهلاويه. مامي؟ مامي زملكاويه. اهلاويه. هي مالهاش في الكوره عامه. وتاتوتا؟ اهلاويه. اوكي. يعني انت اولادك بسم الله ما شاء الله اللي بتتمنى لهم كل خير طالعين اهلاويه، وانت نفسك كنت بس انا عايز اتوقف عند كلمه مهمه جدا، هي كانت بتعكس حقيقه الامر في علاقته بالنادي الاهلي، ولذلك انا منتج. هو انت المراره جات لك منين يا كابتن نادر؟ انت لما بطلت كنت بتشتغل في قناه الاهلي، وكان ليك برنامج وكنت مقدر يا استاذ. يا كابتن نادر انت لما بطلت اتعينت في مركز محدش سبق له ان شغله بالنادي الاهلي، انت كنت مدير شركه الاهلي للانتاج الاعلامي والتسويق الا انشاها النادي الاهلي، وكان من المقرر ان يكون فيها حد تاني، ولكن تقديرا ليك يا سيدي اتغير قرار مجلس إدارة عشان يجيبوا الكابتن نادر السيد. هو النادي الاهلي اخطا معاك في ايه؟ لعبت في الفريق الاول، دي منافسه بينك وبين عصام الحضري، دي ناحيه فنيه، ما يقدرش النادي الاهلي يتدخل. ولا حد يتدخل، ده الكابتن الخطيب في لجنه الكوره على المستوى وافق على قرار مانو الجوزيه انه اسامه حسني يمشي. يا استاذ ابراهيم على المستوى العام الراجل ده خد حاجات ما يحلمش حد غيره ياخدها. يعني انا في سر في الموضوع ده، يعني خد الفرصه دي على حساب مين هبقى اقول لك بعدين. يعني انه يبقى مدير شركه الاهلي الانتاج الاعلامي وهو لسه مبطل ما فيش سنه ولا سنة، يعني ايه الظلم اللي تعرضت له عشان يبقى الاهلي وحش قوي كده؟ لا وندمان، ندمان انه بي 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 بتشتغل. طب ما يجوز كلامه في قناه الاهلي، لان ده كان برنامج اسمه بره الملعب، يجوز كلامه عشان كان المايك فيه النادي الاهلي والشاشه شاشه قناه الاهلي، فكان امتنانه بالاهلي وحبه للاهلي وافتخاره بالاهلي وسعادته في الاهلي هو واسرته ربنا يبارك فيهم كان الوضع مختلف. طيب في قناه مودر، بلاش حرج شاشه الاهلي، في قناه مودر كان راي نادر ايه؟ تعترف انك نادم الان على تركك لنادي الزمالك ولعبك للنادي الاهلي؟ لا ابدا،
انا اقر واعترف ان انا سعيد جدا بتجربتي مع نادي الزمالك ومشواري مع نادي الزمالك صنع مني نجوميتي وكملت النجوميه بتاعتي مع جماهير النادي الاهلي، بل بالعكس عرفت قد ايه ان النجوميه بالتاكيد يعني انا 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 احب ان هي تكون من الملعب انما كمان كانت خارج الملعب، لان التعامل والعلاقه علاقه الاحترام اللي ما بيني وبين جماهير النادي الاهلي وقد ايه قدروا ان انا زي ما اديت للزمالك جوه الملعب، بالعكس كل التاريخ بتاعي اللي انا عملته داخل الملعب اديته للنادي الاهلي. اقر واعترف ان لو انا كنت اعرف ان انا مش هلعب في النادي الاهلي بصفه مستمره ما كنتش رحت النادي الاهلي. ده اللي اقر واعترف بيه، انما انا اقر واعترف ان انا نادم على تجربتي مع النادي الاهلي، لا انا مش نادم ابدا على تجربتي مع النادي الاهلي. تفكر في الترشح لانتخابات مجلس اداره الاهلي القادمه، نعم ام لا؟ اتشرف. تفكر في الترشح لانتخابات النادي الاهلي المقبله؟ نعم. على قائمه من؟ انا ما اعرفش لسه القوائم الحقيقه، بس انا بتكلم بشكل مستقل. اخذت القرار؟ فكرت. سبحان الله سبحان الله، كابتن نادر الذي قدر تقديرا خاصا جدا. يا استاذ ابراهيم، شركة الأهلي إنتاج الإعلامي كان مقررا وأنا مدير إدارة التسويق إن أنا أنشئ شركة الأهلي إنتاج الإعلامي، هذا كان تكليفي إن أنا أجي أعمل الشركة دي وأن أتولى مسؤوليتها. وبالفعل لما أنشئت وجبت الموافقة عليها صدر قرار مجلس الإدارة إن أنا اللي أبقى المدير بتاعها، لكن عشان إحنا أوريك إزاي إحنا بنتعامل مع الناس ومع النادي الأهلي. لحد ما جالي الكابتن حسن قال لي عدلي معلش حصل تعديل، محتاجين الكابتن نادر في الحته دي عشان خليك انت زي ما انت عشان احنا محتاجين. المهم اي سبب، حد عرف بالموضوع ده؟ لا. عدلي القيع زعل؟ لا. ما قالش بأماره ايه؟ بأماره ايه النهارده دي اللي تتقال؟ انك تاخد هذه الفرصه على حساب واحد ها كان يعني كانت بتاعته، لكن ما لا يضايق منك ولا يزعل منك، بالعكس انت قدرت تقدير، انت كان ينبغي ان تنجح في هذه المهمه اللي خليتهم توسموا انك هيدوك الفرصه دي هتنجح، زي بالظبط ما النادي الاهلي كان بيضمك وكان متصور ان انت فعلا هتلعب. لكن زي ما بقول لك الكابتن عصام الحضري في عز مشكلته مع مستر مانو جوسيه كان وحش في التدريب، والراجل لانه راجل دغري بدليل خد احسن حارس في افريقيا في كل مره، ده هو البدايه الحقيقيه لتألق الكابتن عصام الحضري كانت 2005. طيب نشوف نادر السيد لماذا تغيرت لهجته بعد 2015 وايه مسؤوليه الكابتن احمد ناجي. احمد ناجي هو اللي كان بيطبخ طبخه لجوزيه، فبالتالي هو اللي وصل له كل المعلومات. يعني احمد ناجي تآمر عليك؟ اعتقد تآمر عليك لمصلحة عصام الحضري؟ أكيد. ليه؟ هو يتسأل بقى على الكلام ده، إنما صعب قوي الوقت دوت كابتن. طبعا. يعني المشاع إن طبعًا. إن الأهلي ما كانش فيه مؤامرات. لا طبعًا. ولا بالعكس كان فيه؟ ما غير معلنة. ما اتكلمتش مع جوزيه ليه؟ ضايق، جوزيه صعب. صعب إزاي؟ مش صعب ولا حاجة، بس جوزيه قليل الأدب. طيب. هو ده كابتن نادر لما بيغضب بقى له اراء ممكن تبقى كده يعني مش مشكله. رد مانويل جوزيه على نادر السيد نشوفه. دايما انا في بعض التدريبات اطلع اقعد في المدرج عشان ابص على البوزيشن الحارس، تحرك الحارس، بعض الملاحظات. فجاه لقيت مستر مانويل طالع يقعد جنبي. يتابع التدريبات من لا هو كان طالع ليا عشان يقول لي انا مش عايز نادر السيد. وحصل جدل كبير. اذا توقيت اتخذ القرار. قال لي انت ما تعرفش حاجه. انا طبعا جدال لا نادر قيمه كبيره، لا احنا لسه في بدايه موسم او في نص موسم ولازم نشتغل كمحترفين وهو حارس موجود ولازم نساعده دي طريقتنا. فهو قال لي الامر مش فني خالص. ملوش دعوه بالناحيه الفنيه. اللي نادر بيقول ان انا اتامرت عليه لصالح عصام الحضري. يا كابتن نادر، عمر المدرب ما تربى في النادي الاهلي لاعب ان هو عنده 16 سنه لحد ما انهى حياته في النادي الاهلي ودرب في الفريق الاول 13 سنه يبقى عنده الصفه دي. انا اسف
وانا كمان مره 100 مره بقول لك انا اسف ان انا بقول لك كلام زي ده. ما كانش ابدا ابدا اتمنى ان انا يحصل حوار بيني وبين لاعب من لعيبتي اللي انا بعشقهم وبساعدهم ان انا اقول كلام زي ده. انا طبعا بعذره وبتمنى له الخير في حياته، بس انا بقول له ان انا مصدوم فيك، والكلام اللي رفع معنوياتي السنه اللي فاتت من خلالك اللي انت قلته كان حاجه جميله بالنسبه لي ورفع معنوياتي. ايه اللي حصل فيه ايه؟ بس وعايز اقول له اللي انت ما تعرفوش ان انا ساعدتك وساعدتك بجد، واي حد بيشتغل معايا ما ينفعش ان انا ما ساعدوش، لانه نجاحي من نجاحك ومن نجاح بقيه الحراس. ده تعليق الكابتن احمد ناجي، لكن كمان كان في تعليق لمستر مانويل جوزيه في قناه النهار، نشوف. نما لعلمي ان حضرتك شفت وسمعت عن تصريحات كابتن نادر السيد، والحقيقه يعني خليني اقولها باللفظ اللي اتقال، انه مستر نوال جوزيه عصبي جدا، العصبيه تصل لدرجه قله الادب او قله الادب. نادر السيد كان حارس مرمى جيدا، ولكنه لم يكن شخصية طيبة على الإطلاق. أعلم تماما أنه يقول هذه الأشياء عني، لأنها ليست المرة الأولى التي يقول فيها مثل هذه الأشياء، وكان قد دعاني أكثر من مرة لعمل مقابلات معه أثناء عمله كمقدم برامج، ولكني وآخرها منذ شهرين. ربما ناجي يستطيع أن يؤكد ذلك، أننا كان لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين وكانوا شخصيات رائعة أيضا، لكن نادر السيد لم يكن من بين هؤلاء أصحاب الشخصيات الطيبة، وكان بمثابة السم وسط هذه الكوكبة من اللاعبين. ولقد ويستطيع الآن أن أقول أنني تعاقدت مع رجل سيء، والدليل أنه يعني أرفض إجراء الحوار فيبدأ في قول ما يقول عني الآن. ده ما مسألة لما تحتاجش تعقيب منين، هذه مسألة شخصية بينهم، هو أدرى في الرد عليه في الرد عليه، ولا يوجد تعليق. ولكن الأجواء داخل النادي الأهلي وحقيقة العلاقات داخل النادي الأهلي وتعامل النادي الأهلي مع اللعيبة اللي بتجيله من برة، عبر عنها الكابتن طارق السعيد فيما نقله عن الكابتن نادر السيد، نفتكره. بص انا يعني الفتره اللي لعبت فيها من النادي اللي في النادي الاهلي من 2005 لغايه 2000 نهايه 2007 كل البطولات اللي كانت بتعدي بقى كان النادي الاهلي بياخدها ساعتها، لان بصراحه كان جيل محترم جدا، وخدنا تالت كاس العالم في اليابان، اعتقد ده اكبر انجاز في تاريخ النادي الاهلي مؤثر. والحمد لله الواحد كان بيشارك، لكن الاصابات بقى هي اللي فرقتني. انا حسيت في الوقت ده لما خدت قرار اعتزالي حبيت ان انا اختم في النادي الاهلي، رغم بعض العروض اللي جات لي من الانديه الاخرى. يمكن الحاجه الوحيده اللي حسيتها كويس قوي في النادي الاهلي الترابط الاسري بين اللعيبه وبعض، ويمكن دي اكتر حاجه نجحت النادي الاهلي. اول ما رحت النادي الاهلي كان الكابتن نادر السيد موجود هناك ساعتها، قال لي تدخل عادي خالص وهتحس نفسك كانك بقالك 10 سنين هنا، وبالفعل. ايه في حاجة في طبيعته خليته يقلب هذه القلب، أو هو في هدف بيسعى له أنه من مصلحته هاجم الأهلي عشان يحققه. يعني في حاجة، لأن كل الكلام اللي بيقوله اللي سمعناه ده عكس ما قاله. صحيح. لكن كمان للحقيقة وللتاريخ، لأنه أنا لما أتكلم وأقول أنا أول واحد عملت كذا وما كنش أول واحد عملت كذا، تبقى الحقيقة في الحفاظ على حقوق الرواد مهمة. نسمع الكابتن نادر السيد كأول حارس مرمى احترف في الخارج. فجالي بقى في اسبانيا نادي، كان نادي صغير كده في اسبانيا، وجالي كان ده في 98 بعد 98. حلو. جالك اسبانيا بالظبط، وجالي جالاتا سراي وقتها، بس انا سوشو في فرنسا
وبعد كده جالي بروش. حلو. فبروش هم الاكتر جديه وخلصوا الموضوع، بعد كده رحت على بروش. حلو. رحت على بروش بقى كانت مرحله جديده لانك تعتبر اول حارس اعتقد لو ما خانتنيش الذاكره يعني. اول حارس مصري يحترف. اول حارس وقتها. وانت بالنسبه لك انت عملت انجاز شخصي انك اول واحد يطلع اوروبا في المركز ده؟ لا، هنا نقف هنا لانه في ناس عملت تاريخ من حقها ان احنا نحفظ حقوقها ونحفظ الحقوق للاجيال. اول حارس مرمى مصري في الخارج ما كانش الكابتن نادر السيد خالص. اول حارس مرمى احترف من مصر كان عزيز فهمي، وده كان في العشرينات والثلاثينات من القرن اللي فات. اولا عزيز فهمي بالمناسبة هو عم المهندس مصطفى مراد فهمي، يعني هو أخو مراد فهمي. عزيز فهمي من مواليد 1908، يعني سنة بعد نشأة النادي الأهلي، لعب للنادي الأهلي، كان ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 34. احترف في نادي إيه بقى؟ مونبولييه الفرنسي من سنة 1933 ل 1936، وتوفاه الله سنة 1990. أيضاً نادر مش تاني واحد. مش تاني ده كمان مصطفى كامل منصور، الرائد الكبير مصطفى كامل منصور اللي لعب بقى، يعني كان هو وعزيز فهمي الاثنين في قائمة منتخب مصر في كأس العالم 34، بس الحارس اللي لعب كان مصطفى كامل منصور. لعب حارس لمرمى منتخب مصر في كأس العالم 34، هو ولد في 2 أغسطس 1914 وتوفي في 24 يوليو 2002. بعد ما مثل مصر في كاس العالم 34 احترف مصطفى كامل منصور في نادي كوينز بارك من سنة 35 لسنة 38، يعني واحد في كوينز بارك في الدوري الانجليزي وواحد لعب في الدوري الفرنسي في مونبلييه. لعب كمان مصطفى كامل منصور في سيلتك، في كوينز بارك، ولعب في سيلتك الاسكتلندي من سنة 38 ل 39 قبل ما يرجع للنادي الاهلي. وعزيز فهمي نفس الحكايه. ومصطفى كامل منصور كمل بعد كده بقى ما ما يعني مدير الفريق القومي وتاريخه وسجله، وهو من عائله من ال منصور، يعني واحد استاذ ياسين منصور وواحد ال فهمي ما شاء الله، يعني عائلات عريقه في تاريخ. بس يعني احنا بنفكر ممكن كابتن نادر ما كنتش عارف المعلومات دي، هي يعني فبنحفظ بنحفظ الحقوق التاريخيه.